في بعض الناس ما دفعوا القطة لين دحين. حنا دفعنا لك القطة زي كل شهر، كيف يعني ما كفت؟ لأن القطة الشهر ذا ما اكتملت. يا شباب اصبروا علي كم يوم إن شاء الله وأدبر القطة. أبشركم يا عيال، جتني طلبية وتحديد السعر فيها 70 ريال. يعني العشاء عليك الليلة؟ أبد أبشر، أنا بروح الحين ألحق على العميل عشان ما أتأخر عليه، كلها ساعة وجاي. خلاص أبشر، ترى ما إحنا متعشين ها؟ ننتظرك. كويس جاء عشا بلوشي. وش تبي أنت؟ شاورما؟ مع المايونيز. معليش يا اخوان، ترى اللوكيشن حطني هنا، لو اني داري كان ديوار توقفت هنا عشان ما تتعبون. لا لا عادي، اصلا بيتنا له بابين، من هنا ولا من هنا كله واحد. يا هلا ومرحبا فيكم والله. هلا والله فيك. تسمعوا شيء؟ شغل شيء عادي. ودي احكي معك واحكم ضميرك. يا شباب وصلنا الموقع، وين اخوياكم كاشتين؟ شوف انفتحت فمك بكلمه بفجر راسك. ها بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني اعيش. بسرعه خلص جيب الاغراض. قايل لكم بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني. بسرعه جوال. ان شاء الله ان شاء الله. هات الرقم السري. كم؟ 2255. قايل جيب الاكلاود بسرعة. اي كم يطلب من 1 لـ 6؟ تكذب علينا انت. عطني اياه. اعطيتك اخر فرصة والحين برميك. والله اعطيتكم اياه صح، يمكن اندخلته غلط. جرب مرة ثانية. طيب فتح الان، افتح الباب ونزل رجولك بس بسرعة. اسمع كلامي. شويش شويش شويش، نزل راسك. انزل بقى زود. انزل انزل بقى زود. انزل تأخر، ما جاب العشاء. جعنا يا أخي. غريبة، مع أنه قال بيوصل المشوار ويرجع. يا عيال أنا متجوع وعشاكم علي. كيف؟